بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة بمناسبه ذكرى استقلال بلاده اعرب جلالته في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه السودان الشقيق بان ينعم بنعمه الامن والازدهار